بسم الله الرحمن الرحيم. كما كنلاحظوا هذه التظاهره اللي جايه مورانا راه ترجات هذا الصباح لحقاش كان شكايات كثيره من الكريساج والسرقه التظاهره باش نطالبوا بتوفير الامن بحال عدد ديال الاعتداءات اللي تعرضتوا اليوم وابقي حنا غنجيو لعندكم وغنتفاهموا معاكم السته اللي غيتناقشوا معاهم، ولكن الله شناهم شوف حالاتهم. اذا شنو هي اهم المطالب ديالكم؟ حنا بغينا غير امن، يعني انا كل نهار ممكن تكريسه، لا تكريسيت انا غيتكريسه، هذا كلشي غيتكريسه، راه كيدور علينا واحد بواحد هذا الصبار هذا، فهمتي؟ يعني احنا خدمنا هذا الموضوع، احنا خدمنا شي واحد يديروا معنا تكريسه، بغينا في هذه المنطقه دوريه، تكون دوريه منتظمه في الاوقات الدراسه 8 12 10 2 6 لحقاش حالات متعدده حتى على مستوى المدرسه ديال 18 غش عرفت مؤخرا واحد الحاله الاختطاف ديالها. المهم المطلب ديالنا هو دوريه تكون ديما منتظمه ديما حاضره. شكرا شكرا.